أيها الإخوة الكرام، منهج الله واسع جداً، يدور مع الإنسان في كل زمان ومكان وفي كل شؤون حياته، بل يبدأ من أشد العلاقات حميمية، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. حينما فهم المسلمون منهج الله فهماً شمولياً، فهماً واسعاً، فهماً عميقاً، وصلوا إلى أطراف الدنيا ودانت لهم الشعوب كلها. فلما ضاق فهمهم وتوهموا أن الإسلام عبادات شعائرية ليس غير صلاة وصيام وحج وزكاة، أصبحوا إلى ما هم عليه الآن. أيها الإخوة، من بنود هذا المنهج، وتؤخذ بنود هذا المنهج من القرآن والسنة، فكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وكل أمر في السنة الصحيحة يقتضي الوجوب. فنحن أمام منظومة من الأوامر والنواهي، نحن أمام منهج واسع جداً يغطي كل شؤون حياتنا، يدور معنا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال وشان. من بنود هذا المنهج آية كريمة تقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى مدخل جديد لأنواع من القيم. يقوم هذا المنهج الجديد على ثوابت أساسية في الإسلام، هي أصل في ديننا. أيها الإخوة، من هذه الثوابت التعاون والإسراع إلى العمل وإتقان العمل وتطوير العمل والمحافظة على الوقت وحسن إدارة الوقت والعمل المؤسساتي أصل في ديننا، وترسيخ مفهوم فريق العمل والالتزام بالمواعيد وحسن التصرف بالإمكانات المتاحة وترشيد الاستهلاك والانتماء إلى المجموع، هذه قيم حضارية سبب قوة أعدائنا. أخذوا بها لا لأنهم يعبدون الله عز وجل، أخذوا بها لأنهم يعبدون مصالحهم من دون الله، وهي أصل في ديننا وقد أهملناها وعتمنا عليها. فلذلك من هذه القيم الحضارية التي هي أصل في هذا الدين العظيم قيمة التعاون. قال تعالى: وتعاونوا، أمر إلهي قرآني، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. أيها الإخوة، المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى هذه القيم الإسلامية الأصيلة والتي أخذ بها أعداؤنا
لأنهم يعبدون مصالحهم من دون الله. أيها الإخوة، الناس في موضوع التعاون أنواع، منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، وهو مشكور في معونته معذور في استعانته. فهذا أعدل الناس، يعين ويستعين، هذه بتلك. وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متروك، قد منع خيره وقمع شره، فهو لا صديق يرتجى ولا عدو يخشى. وإذا كان الأمر كذلك فهو كالصورة الممثلة، يروقك حسنها ويخونك نفعها، فلا هو مذموم لقمع شره ولا هو مشكور لمنع خيره. وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل مهين مستذل، قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة، فلا خيره يرتجى ولا شره يؤمن، وحسبك مهانة من رجل مستثقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله، فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب. وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع مشكور الصنع، وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلاً في نائبة ولا يقعد عن معونة، فهذا أشرف الناس نفساً وأكرمهم طبعاً، فينبغي لمن أوجد له الزمان مثله، وقل أن يكون له مثل، لأنه البر الكريم والدر اليتيم. أيها الإخوة، مرة ثانية، منهج الله بنوده كثيرة جداً، ولا تكون مؤمناً كاملاً ولا تنجو بإيمانك ولا تستحق رضوان الله عز وجل إلا إذا أخذت بكل بنود الإسلام. أما أن تكتفي بعبادات شعائرية تؤديها أداءً أجوفاً، هذا لا يقدم ولا يؤخر. والدليل 1,500,000,000 مسلم لا وزن لهم في الأرض، وليست كلمتهم هي العليا، وأمرهم ليس بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. وقد جاء في الحديث الصحيح: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، نحن 1,500,000. هذا هو السبب. فهمنا الدين؟ عبادات شعائرية تؤدى أداء أجوفا، أما تفاصيل حياتنا، أما كسب أموالنا، أما حرفنا، أما إنفاق أموالنا، أما بيوتنا، أما احتفالاتنا، أما أفراحنا، أما أتراحنا، تقام على النمط الغربي لا على النمط الإسلامي. يربطنا بالدين مسجد،
وكتاب وعادات وتقاليد. لذلك تعد بلاد المسلمين من أغنى بلاد العالم، والشعوب الإسلامية من أفقر شعوب الأرض، لأن بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم. ترون ما يجري في من حولنا، بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم. يستوردون ولا يصدرون. أيها الإخوة الكرام، التعاون واجب ديني وضرورة اجتماعية. لا يغيب عن أذهانكم أن ابن خلدون واضع علم الاجتماع، يقول في كتابه الذي يعد الأول في هذا العلم، المقدمة لابن خلدون، يقول: إن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان اجتماعي بالطبع والضرورة، أي لا بد له من الاجتماع. وبيانه أن الله جل جلاله خلق الإنسان وركبه على صورة لا تصح حياته ولا يصح بقاؤه إلا بالغذاء، وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجاته من ذلك الغذاء. يعني هذا الرغيف الذي تأكله صباحاً، هل تعلم كم إنسان ساهم حتى أصبح بين يديك؟ بدأ من حرث الأرض ومن إلقاء النبت ومن الوقاية والسقيا ومن التسميد ومن الحصاد ومن الدرس ومن الطحن ومن العجن ومن الخبز. آلاف مؤلفة، بل بضع ملايين من بني البشر يعدون لك هذا الرغيف، هل تستطيع أنت أن تعده وحدك؟ هذا الرغيف وذاك النسيج وهذه الخياطة، أنت تتقن حاجة واحدة وتحتاج إلى مليار حاجة. تحتاج إلى زر له معامل وله خصائص، تحتاج إلى قماش، تحتاج إلى ملايين الحاجات، وسمح الله لك أن تتقن واحدة، فأنت مضطر أن تكون في مجموع. وأنت في هذا المجموع إما أن تكون صادقاً أو غير صادق، أميناً أو غير أمين، مستقيماً أو غير مستقيم. لذلك أيها الإخوة، أن نعيش معاً هذا قدرنا، وتلك حاجتنا، وهذه حاجة أساسية. إذاً ينبغي أن نعيش معاً وفق منهج الله، أن نقيم العدل فيما بيننا، أن نعطي كل ذي حق حقه. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. قال علماء التفسير: هذا الكتاب الذي بين أيدينا من أول آية فيه إلى آخر آية لا يزيد عن أمر وعن خبر. فالخبر صادق والأمر عادل، هذا معنى، والقرآن حمال أوجه. والمعنى الثاني: وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، أي أن الله عز وجل يقول لنا: يا عبادي بيني وبينكم كلمتان.
منكم الصدق ومني العدل. تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم. لذلك أيها الإخوة، نحن في موضوع التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون فريضة إسلامية فيها أمر قرآني، والتعاون حضارة، والتعاون تقدم، والتعاون قوة، والتعاون يجعلنا أول أمة في الأرض. ما في أمة، اللغة واحدة، والماضي واحد، والتاريخ مجيد، والأهداف واحدة، والآلام واحدة. ما في أمة اجتمعت لها عوامل التوحد كهذه الأمة، ومع ذلك تنتقل في 24 دولة في أوروبا وكأنها دولة واحدة، ينطق بها إنسان واحد، وكأنك في بلد واحد، وبينهم مذابح وحروب وقوميات ولغات لا يعلم عددها إلا الله. ونحن أمة واحدة، إلهنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، أهدافنا واحدة، تجمعنا عوامل لا تعد ولا تحصى. ومع الأسف الشديد بأسنا بيننا، وسلمنا لأعدائنا، وثرواتنا لا تقدر بثمن. والله زرت بلد في إفريقيا إسلامي، أنبئت أنه أغنى بلد في إفريقيا، الألماس عنده في المقام الأول، أكبر مصدر ألماس، والذهب والأورانيوم، وأفقر شعب بالعالم هذا الشعب، بيوته من الصفيح، كل هذه الأموال بأيدي أعدائه. أيها الإخوة الكرام، معركتنا نحن مع الآخر معركة نكون أو لا نكون، معركة وجود أو عدم وجود. فلا بد من صحوة، لا بد من فكرة. مرة نعيم ابن مسعود زعيم قبيلة غطفان جاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق، وهو في خيمته، لحظة تفكير دقيقة وعميقة، خاطب نفسه، قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا تقاتل هذا الرجل الرحيم؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ يقصد النبي الكريم. هل سفك دماً؟ لا. هل انتهك عرضاً؟ لا. هل سرق مالاً؟ قال: لا. قال: أين عقلك يا نعيم؟ أين عقلك؟ لما جئت لتحاربه؟ وقام من خيمته وتوجه إلى معسكر المسلمين، ودخل على النبي الكريم. النبي فوجئ به، قال له: نعيم؟ قال: نعيم. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلماً. لحظة تفكير، اسأل نفسك: لماذا أنت في الدنيا؟ ماذا بعد أن تكون غنياً؟ الموت. ماذا بعد أن تكون قوياً؟ الموت. هذه الدنيا تمضي، هي ساعة اجعلها طاعة، هي ساعة اترك بصمة في الدنيا. من لم يترك بصمة في الدنيا فهو زائد عليها. لك بصمة؟ عملت عملاً يرضي الله؟ ساهمت في خدمة هذه الأمة؟ خففت من مشكلاتها؟ نصحتها؟ ما عملك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ ماذا فعلت من أجلي؟ هل واليت في ولياً؟ هل عاديت في عدواً؟ ماذا فعلت؟ أيها الإخوة، الآية الأصل
في هذه الخطبة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا الشاهد: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة، من الأحاديث الصحيحة الواردة في موضوع التعاون، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، الخلوة مع الله، فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. لماذا؟ لأن النبي الكريم لو حصل من ثقافة الأرض شيئاً ثم جاءه الوحي لسأله أصحابه مع كل حديث ينطق به: هذا من ثقافتك، من علمك، أم من وحي السماء؟ جعله الله أمياً لأن أميته وحده وسام شرف له، علمه شديد القوى، تولى الله تعليمه، وعاؤه الثقافي ليس فيه إلا الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما نحن أميتنا وصمة عار بحقنا، لأننا لا سبيل إلى أن نتعلم إلا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، فأميتنا وصمة عار، أما أمية النبي الكريم وسام شرف له، لأن هذا الوعاء العظيم ليس فيه إلا وحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني، أي ضمني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، تركني، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، والبوادر في الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني بالثياب. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله
لا يخزيك الله أبدا. ما هذه الثقة؟ لم يكن وحي بعد، لم يكن حديث شريف بعد. قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك شاهد، لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل اليتيم وتكسب المعدوم الفقير وتقري الضيف أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية، وكان شيخاً كبيراً قد فقد بصره. قالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ ما الذي حدث؟ فأخبره النبي الكريم، خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس، أي جبريل، الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعاً، أي شاباً قوياً، حتى أبالغ في نصرك، يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. أين الشاهد في هذه القصة؟ كان عليه الصلاة والسلام يصل الرحم، يصدق الحديث، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوائب الدهر. الإسلام أخلاق، الإيمان قيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ما دمت فهمت الدين، أداء صلوات، أداء شكلي، ولك أن تفعل ما تشاء، وأن تذهب إلى أي مكان تشاء، وأن تلتقي مع من تشاء، وأن تطلق بصرك في الحرام كما تشاء، فأنت بعيد عن حقيقة الدين. الدين مجموعة مبادئ وقيم، الدين منهج، الدين افعل ولا تفعل، الدين يبدأ منهجه معك من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. الدين منهج كامل. أيها الإخوة الكرام، وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لابن سويد لما لقيه وعليه حلة، ثوب جديد، وعلى غلامه حلة مثلها: سببت رجلاً فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أمه سوداء، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم، هذا الذي يعمل عندك، هذه التي تعمل في بيتك، إخوانكم في الإنسانية، خولكم يعني أتباعكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا منهج ثاني، بمن كان تحت يدك.
عندك موظف، عندك صبي في المحل، يتيم، لا تكلفه ما لا يطيق. كنت مرة في محل تجاري أمامي، وضع على كتفي هذا الصانع الصغير اليتيم أول ثوب، ثاني ثوب، ثالث ثوب، ما عدا يحتمل. قال له: لا أستطيع. قال له: أنت شاب. فلما حمل ابنه ثوباً واحداً قال: يا بني إياك وظهرك. قال لي واحد ثاني، قال لي: عندي صانع فلهوي طلب مني أن يغادر المحل قبل ساعة ليدرس الإعدادية مساءً. قال لي: ما وافقت له، لو تعلم أخسره. أبقاه أمياً، وبعد دقائق حدثني أنه دفع لابنه دروس خاصة 1,000,000 ليرة ليكون طبيباً. شايف المسلمين؟ أقسم لكم بالله، ما لن تعامل أي إنسان كما تعامل ابنك بالإيمان في خلل. إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هل تصدقون في ببعض البلاد الإسلامية 70 حالة انتحار من الفتيات اللواتي يأتين ليأكلن بعد 10,000 كيلومتر؟ ينتحرون من القسوة والظلم. والله ما لم نكن في العدل لن تقوم لنا قائمة. الحديث الشريف: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن تعطي مما رزقك الله. قلت يا نبي الله، فإن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله، فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق، الضعيف. قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوماً. قلت يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوماً؟ قال: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ فجاء السؤال المحرج. قلت يا رسول الله، أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو اللماح: ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. فالعمل الصالح ينقلك إلى عمل صالح أكبر، والمعصية تقودك إلى معصية أكبر، والإنسان حركي. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.